بات وجود الباعة المتجولين من أصحاب العربات يدوية الدفع بمقاطعة تيارة مألوفا، فقد لجأ صغار التجار إلى هذه الطريق لعرض وبيع لجأ التجار الصغار هذه الطريقة لعرض وبيع بضائعهم، مما ساهم في ترسيخ هذه الظاهرة ويوفر استخدام هذه العربات على أصحابها تكاليف الإيجار بسوق هذه المقاطعة. ورغم أن هذه الظاهرة خلقت فرص عمل للمئات من الشباب، إلا أن تجار السوق المركزي بتيارت يشكون منافسة غير سليمة. باكرا يحضر هذا الخمسيني إلى سوق العربات المنشأ حديثا في مقاطعة تيارت. في الساعات الأولى من اليوم يتشكل مشهد السوق المعد خصيصا للبضائع المتنقلة على متن هذه العربات، ويأخذ كل واحد مكانه المخصص له كخطوة للتخفيف على السوق المركزي بالمقاطعة. سوسات زينة وهي المتنقلة به اللي نديروا فيها حوالنا، ونظلوا في النهار نشتغلوا بها وفي الليل نلموه. ما عندنا بوتيك يعودوا قاعدين فيه. اسمع، كان عند البوتيك قاعد نسرقهم عنا، قال ما نقدر نسرقهم عنا نصيبوا عنهم بي اللي احنا نلموا فيهم، واحنا من يعود في الليل نلموا فيهم ونشوف بهم شر ديارنا قرداي يعطينا يعود مع الصباح هم اللي نقسم بهم المرصع. وانت تتجول في ازقه السوق المكون من ما يزيد على 400 عربه يدويه الدفع وسط البضائع المتنوعه والمنتجات المبعثره في المكان، ستلاحظ مستوى الدقه في تنظيم هذه الحوانيت المتنقله واختفائها نسبيا كلما مكنت الفرصه من ذلك وحسب اقبال الزبناء. بسبوساتنا هنا قريب من هنا 400 بسبوسات، نحن هنا 400 بسبوسات عاد ما زايده. وتو زايدنا له هنا تقريبا 400، ما عندنا بلايص، وسنا ما نبيع وسنا نبيع بسبوس، ما عندنا بلايص ولا عندنا شغله في الدوله ولا عندنا موفر لنا شيء نشتغل فيه. ودنا قاسين سيف نحصلوا باش نقدر نشوف به. ويحسن البليده هون تود بليده زينه، ود الناس كامله هنا فيها تتسع، ود عندنا ان شاء الله ورقاش تم قرضنا ويرعانا هنا المكان، ود بضاعتنا ما تنحركوها عنه. من أبرز الأسباب التي ساهمت في وجود هذه العربات المتنقلة بالبضائع والتي تعيل على عشرات الأسر في تيارت الاكتظاظ الحاصل في السوق على مستوى المقاطعة الأولى بالعاصمة والتكاليف الباهظة للإيجار كما يقول هؤلاء. الشيخ مدن النجاشي، تلفزيون ساحل، نواكشوط.